لا لا بديت سنة 19 تشرشر ولكن تدرت. هلو هلو كبيدات، مرحبا بكم في فيديو جديد. توحشناكم بزاف بزاف بزاف، سمحونا على الغبرة حيت ما لقيناش الصراحة اش نحطو من الاخر، ليكم من الاخر ما لقيناش شي فكرة شنو غادي نحطو. باركين دابا تطحت لنا الفكرة. الفيديو ديال اليوم هو واش فايت ليك. لحت بوست في انستغرام، ماشي بوست، لحت ستوري في انستغرام، قلت لهم عطيونا دي كيسيون اللي غادي نجاوبو عليهم في فيديو. دي كيسيون ماشي دي كيسيون زعما كيخصونا، لا، ديال واش فايت لك، يعني سؤال غادي تطرح وحنا غادي نجاوبو عليه بجوج. واش فايت لينا درنا هذيك الحاجه؟ لا. بون، قبل ما نبداو، بعدا تفكرت بغيتكم كاملين تخليو في لي كومونتير تقولوا فيليسيتاسيون نوها بنت خسوفيان، حيت هي الاولى، والبارح وعدتها باللي غادي نقولها في الفيديو وباللي غادي تدخل وغتلقى دي كومونتير. والله فرحت، قالت لي وي طاطا جات تبارك الله هي الاولى، ان شاء الله ما يكونوا كاع وليداتكم. وقتها قلت لها راه غتدخلي وغتلقاي في لي كومونتير كلشي غادي يقولك فيليسيتاسيون نوها. عافاكم عافاكم عافاكم، خليو لها فيليسيتاسيون نوها وندوزو للفيديو. السؤال الاول، واش عمرك درتي شي حاجه خايبه وسقتيها في خوك؟ لا خويا كبير. انا الصراحه لا، حيت واخا لصقها فيه كانوا كيعرفوا خويا مسكين درويش ما يديرش ديك الحاجه. انا الصراحه، ولكن انا مع المرات كنخدم الشيطان دي في حلقه هذوك، مقن نقول عرفتي واش دار اش دار، او كاين بالضحك يبقاو يضحكوا كيبغيو شي تيقول. سؤال ثاني، واش فايت لك درتي شي كارثه وما قديتي تقولها لتا شي حد؟ داكشي ما نقولوش لك حقيقه، انا نقول لكم ما قديت نقول لتا حد الا نتوما ما تعرفوا. واش فايت لك عطاوك الضو درتي براسك شربتي ومشي لحتي؟ انت هادي ما تنساش ليا، كانوا داريني ودنيه وكان خصني ناخذ الضو باش نقدر نمشي نغسل لهم، وبابا مسكين كان كيعطيني الضو، وانا داك الساعه اول مره خصني، اول مره في حياتي خصني نشرب الضو اللي كيتشرب الماء، وما كانش كيتصرات ليا، كان ديما كنبقى نضرب مع مسكين. شنو دار؟ قال لي شوفي غندا نديرو في دانون ونخلط لك دانون وكولي وصرتي، زعما بلا ما انا المعلقه اللي كناكلها كنبقى نقلب على لساني حتى كنلقاها وكنديرها تحت لساني حتى كنسالي، وديما فين ما كنسالي كنقول ليه بابا بغيت نمشي للطواليت، كنمشي وكنلوح يا ربي تسمح لي ديك الدواء ضيعتو فيه. انا كنعرف ما كنشربش ديك خناشي، خناشي ديال الضو كنشربو، سوا كاينه سوا كاينه، ديك خناشي كانت في دار عرفتي البيت، كان عندي واحد محبق تخويت واحد المحبق نظم الضوء نصحيح نصحيح ما كبرتش. واش فايت لك كذبتي على راجلك في شي موضوع حساس وعاقبك وكانت النتيجة خايبة؟ وي انا نو، لكن انتي وي 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 كذيبة. كنت غادا المدرسة وتلاقيت مع ماما، مشيت معاها للدار فاش عيط ليا ويقول لي يا فين، قلت لي انا في المدرسة، قال لي صوري دابا فين، قلت لك صوري لي، قلت لها فين، قلت لي في المدرسة، قلت لها فين، خلعني مشكل انا عند ماما في الدار، ونسيت ما قلتش لي شوف انا راه مشيت عند ماما الدار نسيتي المدرسة، حيت يلاه طلع انا نسيت باش نجبد التليفون نقول لي شوف راه ما مشيتش المدرسة راه مشيت للدار عند ماما، ويقول لي هو دار ديك اللعبة اللي ستنا برق وانا نطلع لي راه كاينة في الدار ماشي في الدار. وانا حتى شي فهمت نشوف انا كاينه في الدار عند ماما. المهم وكملوا نتوما الخلاصه، شويه لك درتي داك الحركه العجيبه في وجهك ملي كنت كتنقل ودنيك الراحه النفسيه ضروري. وا ما يمكنش ما يمكنش، كتكون كتنقي ودنيك كتحس بواحد الراحه كتمشي عند. واش فايت لك ضربتي الحطه وتفركستي وانت غادي مرجان؟ لا وي عادي، يعني الحوايج ديال الخروج فاش كنكون غادي نتقدم كنكونوا لابسين حوايجنا. لا كاين ماشي كنلبس على ود المرجان، لا ماشي على ود المرجان، كنكونوا لابسين حوايجنا عادي، يعني ما يمكنش نخرجوا بيجاما مرجان ولا يمكن و اسيما حيت اسيما حيت حدا الدار هذيك نقدروا نهبطوا لا بانطوفان ناجا، وإلا تلقيت معنا شي نهضر من شي حاجة ندوزها ندوزها. واش فايت لك تناتفتي مع شي بنت؟ شبغيتي نجاوب انا في هاد السؤال؟ فايت لك انا تنافس مع بنت، كنت ديما كنتنافس فاش كنت صغيرة. شفيت لي الضرب؟ واش فايت لك ضربتي شي بنت؟ بنت؟ اه نعم عمري ضربتي. واش فايت لك ضربتي شي بنت؟ اه خديجة من الجيرانة، من المنبر كنقول لك السمرة حتى
كنت صغار كنت ديما كنتفها. واحد المره اللي ما تنساتش ليا النتفه ضربت له واحد النتفه علاش خويا كان ظريف كنا كنلعبوا ماش كيفاش بقات كتشد بسال عليه ولا ما عرفت شنو. وانا خويا كان خويا زعما خويا ديالي بوحدي خصو يلعب معايا بوحدي ما لعب حتى شي حد ما يدوي مع حتى شي حد ومسكين ما تبقاش كتب سالو خويا. هادشي كنقول لكم خويا اكبر مني بعامين مت انا دفعته وانا نقول لها بعدي من خويا ولا شي حاجه بحال هكا قلت لك لعب ما تلعبيش معاه ما اصلا ما كانش عندي معاه في الصغر. دابا سبحان الله بناتها ماشي عزيز عليا ولا شدون نريش درت لها واحد الدفا شو كي تبرع وكيف العصا وخويا ما دواش ما جا مني ما والو. واش فايت ليك واش فايت لك ضربتي مع شي بروف وجرى لك انا وي انا حدنا راه البروف راه جاب لي البوليس في المعرف حتى انا اما دمش ضربت ها البسالو كانوا كيجريو علينا. بعد فاش كنت نقرا في كاتريام واحد البروف ديال العربيه كان ديما خارج عليا وما يمطنطاوي ديما خارج عليا الماء كنكونوا مجمعين كنقول ادوي بشويه ادوي بشويه هي ما كتعرفش ادوي بشويه كيحصلنا كنهضروا كيخرجنا تخاصم معنا واحد النهار شي 15 فاش رجع كيدخلنا وما كيخلينا لا نجاوبوا ولا حتى شي حاجه الصقي رجعوا للورا. هذا الاستاذ هذا كان ديال العربيه ماش المهم في معرفه حدا محمد الخامس كنا جالسين وني كيدور يشيروا بكاغات في كضرب في السبوره فهمتيني كضرب في السبوره ودار كلشي يشير بكاغات وكان حدايا واحد الدري صاحبي وباش يشير ب ديك الغلقه ديال السير ديال المنجره ديك مابط عرفتي كتكون غوز مابط كتقول لهم السلام هي تضرب في السبورة و هاد الدورة قناعة على بوحدي اللي كضحك و بيا تيشيرتي مشي تيشيرتي؟ لا واش فايت لسفيان قال لك كنبغي قدام صحابو واش فايت ليه انا قلت ليه كنبغي قدام صحابو بيان سور كو وي عادي كنقولها افري داي افري تايم افري قرعة في المكان مش عارف شي حاجه اللي زوينه ماشي شي حاجه اللي عادي كنقولها قدام كلشي نقول لي قدام دارنا قدام كلشي عادي نقول لي دابا قدامكم كاملين كنبغي انا كنبغيك انا كنت كتسمعني صاحبتي راه ما ديش اي هادشي قدام خاصكم تعرفوا واحد القضيه انا ملي كنكون عند ماما كنعيط للتليفون كيقول لي الو كنقول لي الو واش باقي معاك البنات ولا مشاو ماما كدير فيا كتقول لي اش كتقول لي حنا هكا كنبقاو نضحكوا. واش فايت لك شفرتي الحلوه لماماك ملي كنتي صغير شنو ديك حلوه ديال اللوز وكذا ما عنديش معاها حتى انا صراحه لا حيت ما كناكلهمش باغ كونط حمزه خويا وسامو خالتي وداكشي كانوا كيشفروا من واش كاين شي حمزه خوك ولا سامو خالتك كاينه كنت كنشد لهم العسه كنت كنحضر لهم ما كانوا كيشفروا الحلوه وداكشي انا لا الصراحه لا ما كناكلهاش اصلا. واش سبق لك جاك شي كادو ما عجبكش عطيتيه كادو شي حل... وي ماشي ما عجبنيش عطيتو كادو شي حد لا ايش فراسي ما غنستعملوش كنعطيه الصراحه ولكن كادو ديال سوفيا كاملين كيعجبوني دونك كاملين كيبقاو عندي ندوي على ناس اخرين شي حاجه اللي شتاس انا ما نقولش الكادو هاد اللي جاب لي كادو كتفرش فيا دونك غادي نقول واش فايت لك كنتي ناقص وانت كبير زعما ودرتي بيبي فوق شي سمح راسك ديال بيبي لا انا صراحه ملي كنت صغير كنت ديما كنشرشر لا لا بغيت تتعطى في الشرشر ولكن تعطى ولكن كبير زعما ما لا كبير لا كبير لا ولكن في الصغر صرت واحد 12 ولكن الليل كنت تعطى لا الا كنا بيتين كاملين مجموعين غير خالتي وداك الشيء كنصبصط كلشي ما عرفتش ديك اللقطه ديال شكي تكونوا كاملين كيفرشوا لكم فلاب كيسترديه واش كاينه كان مرض ما كيعرفوش كبير عاوتاني ما كيعرفوش المهم اخر هذيك القضيه اللي كتشوف امك كتشرب اتاي لا لا ما عنديش دادو اخ انت شي جاربي لعبة شي انت مغربي ما دوزتش اللقطة مغربي انا راه كان كلشي كيصبح مصرصط معايا تخلط البقا في شي هاد ويلي باين في الزقني انت ما اشرف من خالتي كنت انا وياها في قد في العمر وانا كبر من 3 ايام نريدي ما كنلبق فيه الحوايج اي حاجه نلبقها فيها لا بغيت ما كندمش واخا ندير زعما شي حاجه خايبه خايبه ما كندوش على داكشي كندير ودرتي اللي عطى الله عطى صافي شويه سيم والسلام شي ما زعما مي كناخذ قرار في حياتي كنكون حتى
كنت اكد من الحاجه صح؟ انا ما كنت اكدش كناخذ قرار يقدر يكون زعما خايب ولكن ما كندمش انا لا انا الحاجه انا متسرع كنبقى صافي حتى كتوصل فيا الهضره معناتها كنتاكد انها صافي ستيفيني خلات الندى علي هذا سؤال في سفيان واش فايت لك كميتي سمي واش فايت لك صبغتي شعرك تاعكم على هذا الصداع ديال الاشكيله ديال الصداع ديال تفرج فينا الوالدات كتفرج فينا خو دريات تبعكم على هذا الحبس الخاوي زيد كمل انا واش فايت ديال صبغت شعري لون شعري هذا باغ كونط واحد المره كان خرج هذاك كتصبغي شعرك من التحت يا هذه شيها نوض سيد حاك وريتك التصويره اخو وريتك التصويره وكنا انا مشيت كنت كنقرا في كتريا ما شنو داك الشيء ودرت لماما الطياره اجي تبرك طلبيني سيل تو بلي جي تو بلي ما غير تيت انجلس فازع وصافي بقات عجباني ومشيت درتها ولكن درت داك الصفر من التحت وخرج لي على شعري تقرد ليا من التحت وداك الشيء من تيك توك ديك الساعه كنت كديري تيك توك بحال والو لا كيديروا بها واش فيت لسفيان جا عندك بغى يشوفك ما خرجتيش عنده واش فيت لي انا جيت عنده باش نشوفه ما خرجش عندي انا عمرو جا عندي ما خرجش عنده حتى هو عمري مش عنده ما خرجش عنده عمرو جات عندي واحد المره كنت في المدرسه عمرو جات عندي اصلا كنت اللي كنت قاريه محتاجه كتكون حدا المدرسه شويه كنطلع عندك واحد المره كنت قاريه وخصنا نطلع عنده باش كنا غادي نمشيو عند واحد السيده من لا فامي ديالو كانت مريضه خصنا نشوفوها في كلينيك في الرباط وطلعت وقال لي شوفي انا قلت غادي ناخذ طرام حتى لقمت بحال هكا حتى للبوان ديال المقاومه اللي تحت نطلع هو قال لي لا خدي ديريكت طاكسي وطلعي ومشكل واخا نطلع على رجلي يعني واحد 9 دقائق كاع غنوصل بقينا بحال هكا ناكري صدقت بلي الطرام واقف واقف خديته حتى الراس وكملت ويمشي ويخليني عيطت لماما الو خالتي عندك مشى وبعدي بقى فيا الحال المشكله كنقول لها خاصني نمشي نشوف السيده قال لي انا غنمشي كثير ناخذ الطران هذا عيطات لي خالتي ها رجعتي عندها قالت لي لا ما قلتش والله ما قلت والله ما قلتش واش فايت ليك بقيتي فشي دار وهربتي واحد النهار ما دقيتش حل السيد ما دقيت حل السيد كانت قال لي شنو صباح مي حنا كنا كنديروها بزاف صغار كنا كنلعبوها وكنا كنلعبوا واحد الحاجه اخرى كانت ملي كتكون شي وحده في البنات صحاباتنا كتكون عندها داك التشنتي هنايا كنمشيو كندقوا فشي دار كيكون فيها لانتيرفون كنصوني كيقول لك شكون كتقول لي بوش انت بوش دمك ما تلقيك صافي باش كتحيد منك انت كتولي في هذاك اللي جاوبك ما عرفتش واش هادشي بصح ولا لا بصح ما تنوضي ما عرفتش المهم هادشي كنت انا ما كانوش كينوضوا في داك اللعيبات ولكن كانوا شي صحاباتي كيكون فيهم وانا كنت كنشاركهم مغامره كنت كنزيد ليا طبريش معلوش واش فايت ليك عيط لك شي حد وقلتي لي انت راه ما كاينش كيفاش عيطتي شي حد قلت لي انا عيطت لشي حد قال لك انا جاي عندك للدار وشحال قلت لي انا ما كاينش في الدار every day every time every كلشي ضروري كي ضروري كيبقى هاد ما تقدر قناش حد كيهضر من الحلوس فهمت ماك كنعرف شكون جاي واش عمرك ما وريتيش لتماما شي ريزولتا كاتاستروفيك ولقاتو هي ابري اللي تي جاوبت على قبل ولا جاوبك مدام قال لي ريزولتا ديالي كانوا كاتاستروفيك كنت نهار كتبغي توصل البلتان كنبقى انا ديك السيمانه كامله كنتسنى في داك الفاكتور ما كنكرهش ندور معاه نقول ليه كدي علاه ماشي جاي حنا ما كايناش وي كنت كنخبى وكنت كنحصل ديما كنت كنحصل الصراحه شي ديال المدرسه ديال انت كذاب ديال فقراي زعما بغيت نقول لك ماما خبيتي عطاكم شي نقطه ماشي هي هذيك واش جبت مزيان هذيك واش جبت مزيان هذيك كتقول انا ما كيقلبوش ليا كنت كنقرا مع خويا انا ما كانش يقرا معايا الدار وا اخوك غيسون دو بلوس ماكتيش كتخبي عليه واش يصير يصير تخبي عليه ملي حفظ معاك ملي كنتي صغير ومن كنت ملي كبرتي كنت ديال الكوليج ليسي الكوليج ليسي راه ديك كبيره ديك الساعه مسوقهمش فيك اسوقهم نجحتي ما نجحتيش صافي لا انا كانوا سورتو حبيبه عصام واو اش كنكدير ليا ملي كنت صغير اصلا صعيب تخبي عليا يصير حبيبي عصام تحيه لك من هذا المنبر كنتي لما جبتش مزيان شي فرد ولا شي حاجه كيقول لهم انا نجي في العشيه نلقاها فايقه
مهم مسكين الله يرحمها ويجدد على رحمات فاطمه. كنت كيصافي بنتي نسيني انا بالخلعه دي بالخلعه كالناس كالناس كيبقى شادني يحفظ معايا يحفظ معايا يحفظ معايا. واش بغيت لك سخرك شي واحد يجيب له كاس الموت فلتي فيه انا عطيتها هادي واش كيسخرك شي حد انت ما باغيش شوفي سب درتي ولا ما درتي؟ لا كذاب والله انت كذاب يلاه قال لي عاد ماشي كاس قرعه قرعه ما كاس بحال بحال انت قرعه عرفتي شحال يبقى يشرب في بالك انا كاس يا ربي تسمع اي حد وسد واش حيت زعما واش دراكم ما يتخلاوش زعما شحال قلت لك لا والله ما تهضر واحد الاستاذ كان مرايا هو فهمتيني على مصلحتنا فهمتيني مشى قال لي مرايا دو ديما 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 انا وياه واش معرفه واحد النهار يقول لي ساعه ملي يقرا هذا خرجت من سباك طلعتها حطيتها وكيما حسيت بالذنب خفت يموت ولا تقع عليا شي حاجه. واش عمرك خرجتي بلا ما تقول لها راكم حصلتي ابخي؟ هاد الاسئله انا ما عنديش ممكن نجاوب. وكان دويك منين كنت صغير حتى الكبير؟ انا راه الذاكره عندي حتى حد شي 16 عام دابا ولا 17 عام. انا الله يسمح لي ماما الله يسمح لي من مشكله كنت كنخرج وكنحصل وتا الا ما حصلتش كنجي كنقول لها مرة خرجت كنجي كنقول لها الحقيقه صافي كبرت شويه ما بقيتش كنكذب عليها بقيت كناكل كنت كتقول لي وانت اللي كان راسك قاصح كنقول لك غير ما تبقايش تكذبي علاش كتكذبي ولا كتخلع كنرفلكس خاطكم ما داير والو هزيتي لا لا شمعت. واش فايت لكم شي واحد ولا الاخر حنا مزوجين سافر مده طويله بلا الاخر ان شاء الله مازال واحد الدومه غنسافر انايا ملي نرجعوا من ديك السفره في خباركم عندي واحد الخدمه شي دو سيمين ان شاء الله فين نمشيو لا في عندنا الخدمه لا عندي في عندنا عندي وانا وياك واحد لا صراحه الله لا ابار كو مزوجين انا وسفيان بحال بحال شي عشران بحال شي جوج دراري عشران فهمتوا يعني في ميم شي غتلقيني غدا معاه وفي ميم شي غتلقاي غدا معاه دابا دخلك ليا السيف عمرك كذبتي على داركم بسبب سفيان ولا عمرك كذبتي على داركم بسبب ياسمين؟ وين يدي يقبي؟ خل بقى سجي عكري. وانت كنت طايحين على السيال؟ تعرف هي الطاقية؟ لا. شبيت لك صحرتي شي حد؟ تقول عص لا. لا وما عندناش كندوي على راسي بعدا ما عنديش هاد الفكره كاع في راسي ولا يفلح الساحر حيث اتى والسحر كيدور على بنان على البشر وابغ سا عندي عقده من السحر حيت دزنا فيه ماشي دزنا فيه ما كندويش على سفيان كندوي فيه على مع دارنا دزنا فيه ولحد الان كنقول ما نسمحش اللي دار ديك الحاجه ولا كنتي كتفرج راك غاتعرفوا راسكم داوي عليكم ما نسمحش لكم لا دنيا واخرى. انا في واحد القضيه ديال ما كنسامحش اللي دار فيا شي حاجه خايبه ما كنسامحش ليه وما غنتاثرش لكم دابا ما كتشوفي شي بالك ورا ضروني بحياتي شوف اللي كيسحر كيدور كيرجع عليه داكشي كيرجع عليه وداكشي انا اصلا ما كيدخلش ليا راسي ولكن اون ميم طون كاين واش فايت لك شفرتي لماماك ولا لراجلك فلوس واش فايت لك شفرتي لداركم ولا لمرتك فلوس مرتي سفيان لا صراحة فلوسي كنكون حاطين هو فيه واحد حاجة صراحة زوينة ما كاينش داكشي ديال الا بغيتي الحاجة كتمشي عند جويس وفين عطاني لا
كيكون الفلوس محطوطين في بلاصه وحده يعني انت عارفه ما خصاتك شي حاجه كيقول لك ما تجيش تقولي لي سيري خودي فهمتيني هي عمرني شفت لا كنا كنت كاع كنكون غادي ندرس الصباح واخا تكون ناعسه كنفيق ماما عطيني جوج دراهم وكتقول لنا هزو من البسطام بلا ما تفيقوني واخا هكا كنفيقوا واش فايت لك شو طرات شي حاجه وتشوهتي شي شو انا لا انت بلا ما تكذب قول الحقيقه الا ما قلتيش غنقول انا شنو هي الحقيقه لي حيك شي سكوب شحال هادي حقك كتباسل اللي سكت فيها يعني كانوا يقولوا عني في ديك سكوبا ديال المدارس وانا نعمل قرفه في ديك ماروك ان سوليد ديري نقلب على دابا قلبت على ديك النظره بقيت انا الصراحه لا فاسبان معيون علاش اوه هنا غادي يكون سير الفيديو ديالنا وجيسبر يعجبكم وتسناو الجزء الثاني ديال الصوت اللي كيدرنا داك النهار عجبكم بزاف غادي نديرو هاد المره مع ماما غادي يكون شابع 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 ضحككم عارفين ماما وغادي يكون معنا نجمو الصوت اللي دارها معنا داك النهار وكنبغيكم بزاف بزاف ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوقعوا لكم ديما الجديد ديالي ميرسي بوكو على لي كومونتير الزوينين ديالكم اللي بحالكم وما تنساوش تكتبوا فيليسيتاسيون وانا كنعاود نفكركم بها